صورة تانية عايزة تخلي بالك منها، كلامي للبنات، أبوكي وأخوكي ليه تصغري بيهم؟ الراجل الطيب ده والمرأة الطيبة اللي أمك دي ليه نصغر بيهم؟ مكان أبوكي مرقصهم ومكانة أمك بغية، ما ينفعش ما ينفعش يتقال ده فلانة ده أخت صاحبي. يا عيل ندل والله. كان زمان في حاجة اسمها مروءة، بنت منطقتي، بنت شارع، بنت حتتي، بنت صاحب، لا اخت صاحبه ليه كده دلوقتي؟ لا، باب التوبه مفتوح، والعلاقات القاسمه توبوا عنها وادعوا ربنا. ابدلنا من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. إيه انت خايفه من ابوك وامك يعرفوا؟ وانا بقول لك ربنا مطلع عليكي، وبلاش تصغري من اهلك ومن عيلتك. يبقى ماشي، ويبقى الشله عماله تضحك على اخوكي، مش عايزاه بيقول عليه ايه. الكيش دعوة بصاحبتك، ده هيضلوكي، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. مالكيش دعوة بصاحبتك، اصلها راحت صاحب تقابل، فانا جايبه، فهو جايب صاحبه فانا جايه معاه عشان وهكذا. غلط غلط. طب نعمل ايه؟ خليكوا في الحلال، اشغل نفسك بالحلال، ادعي ربنا بالحلال، وحقا على الله سبحانه وتعالى انه يعينك. مين النكح يريد العفاف، مش انت عايز في الحلال، وتبقى راضي ربنا وتدعي يا رب انا عايزها التقيه النقيه، يا رب انا عايزها كذا، عايزها بس بتاعت مرجعيتها ربنا. وهي كمان ما يبقاش اللي هنا وهنا وهنا وبصباص وعينه فين ومش عارفه راح فين، وتقول لك ده راح عكس صاحبتي على ايه ده. هي برضو تاخد الصالح التقي النقي واختاره صح. لكن ان انا اقول اصاحب وعيش حياتي في صحوبيه وعيش كذا، هتعيش تعيس وسمعه. أقول لكم بقى الكلمة المشهورة اللي انتوا عارفينها وحافظينها، سمعة البنت زي عود الكبريت. سمعة إيه؟ خلاص اتعرف والله لو تابت ولو عمل ايه ده كانت مع فلان. طيب يا جماعة بقى من 10 سنين ملزوقة فيها القصة دي، او دي كانت راحت مع فلان قفل عليها باب عربية يتقفل عليها. والكلام اللي بنسمعه كلام موزي جدا، انا لا ارضى لك ذلك. الإسلام كرمك تقعدي كده تحط رجل على رجل، جاي العريس وافقه تمام، مش وافقه يلا تمام. لكن ليه تصغري نفسك وليه تصغروا بنفسكم؟ اما بقى حته انها صحوبيه بريئه، لا مفيش حاجه اسمها صحوبيه بريئه. مين اللي خلقك؟ ربنا، فهو اللي اعلم بيكي. انا في الحلقه دي هختم بحاجتين. اول حاجه دعاء ان الله سبحانه وتعالى يا رب يزوج البنات بالشباب الطيبين الاطهار، اللهم امين، التقي النقي الصالح الرباني القران، كل بقى الحاجات الحلوه دي، ويزوج الشباب بالتقية الصالحة النقية اللي تريحوا دنيا وآخر. اوعى أسباب ضياع، مفيش رقابة ربنا معاك، ما عندكش غاية، غياب دور الأب الناصح والدور التربوية، كل الكلام ده الأبادل عن الصحوبية. يا صادق من نفس جنسك يا ابني، أنا عندي أخوة وعندي صداقة من نفس جنسك، شوف صحبة مسجد، صحبة ناس تاخدك اللي معاها خطوة لقدام، هو ده. وانت نفس الكلام، دوري على صحبة صالحة. في النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى يجنبنا الفتن ويحفظ بناتنا وشبابنا. مش حاجة اسمها صحوبية بره إطار اللي ممكن تصاحبي زوجك بعد كده إن شاء الله، صاحبي بقى مقوله النهاردة احنا صحاب، بكرة احنا اخوات كده يعني، لكن في زوج، في علاقة شرع حللها ربنا. أما الكلام ده مش دعوة بكلام الإعلام، ملكوش دعوة، دول عارف مكروا الليل والنهار، ملكوش دعوة. وصية ليك يا بنتي، ما يجس أبدا لبنت مسلمة إنها تكون على علاقة براجل أجنبي، ده من فعل الجاهلية، وديت ذريعة للوقوع في الفاحشة. أصلا كان في فتوى بتقول أصلا لا يوجد في الإسلام ما يسمى الصحوبية ولا صداقة ما بين رجل وامرأة. خلاص لسه مش شيطان، هو التعامل في إطار الضوابط العامة وفي الحدود، وضرورات الضرورات خمس، اختلاط لا. اشغلوا نفسكم بالحلال، ما تبيعوش حب ربنا بحب نواقص. ولكل فتاة انتهي وتوبي واطعي، وقولي يا رب انا تركت الامر ده لك، عوضني خيرا منه. اسال الله لنا ولكم الخير، اللهم امين. دمتم بعافيه فكرا وقلبا.